اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بأن المساعدات المالية الكبيرة التي قدمتها دول بهدف مساعدة اللاجئين السوريين على مدى السنوات الماضية لم يتم إنفاقها بالشكل الصحيح، بينما كشف الرئيس التركي بدوره عن مبالغ مالية ضخمة أنفقتها تركيا لاستقبال اللاجئين وخاصة السوريين. اختزل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان العلاقات السياسية لتركيا مع العالم إلى حدود ضيقة، ولعبت تركيا أدوارا سلبية في سوريا تجعلها لا تختلف عن ممارسة النهج الإيراني الذي يتمدد في الشام بحجة دعم النظام السوري ومحاربة المجموعات المتطرفة. الدور التركي لم يقتصر على الأرض فقط في سوريا من تدريب للإرهابيين وإدخالهم واستثمارهم، بل كانوا سبباً بتهجير السوريين من أراضيهم إلى تركيا ليكونوا لاجئين فيها، وبالتالي يتم استغلالهم في أكثر من مناسبة وأكثر من مكان، إن كان على الصعيد الداخلي التركي والذي سوق له أردوغان في كل حواراته التلفزيونية عبر التذكير بالدور التركي في إيواء اللاجئين السوريين، في حين أن تركيا كانت مجرد محطة عبور للسوريين الذين توزعوا بين دول أوروبا. بينما سبق للاتحاد الأوروبي وأن اتهم تركيا بأن المساعدات المالية الكبيرة التي قدمتها دوله بهدف مساعدة اللاجئين السوريين على مدى السنوات الماضية لم يتم إنفاقها بالشكل الصحيح، أردوغان بدوره كشف عن مبالغ مالية ضخمة أنفقتها تركيا لاستقبال اللاجئين وخاصة السوريين وصلت ل 33 مليار دولار، فيما لم تتلقى دعما يلبي التطلعات من أي دولة أو مؤسسة دولية، واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته في هذه القضية على حد زعمه. وأشار في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى الأعمال التركي الهنغاري في بودابست إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري، متناسيا دوره في إشعال الحرب في سوريا ومتجاهلا الآلاف من الشركات والمشاريع التي افتتحها رجال أعمال سوريين في تركيا وساهمت في تشغيل السوريين والأتراك على حد سواء. الخارجية التركية بفوضويتها وعبثيتها السياسية وتدخلاتها الإقليمية عقدت المشهد السوري أكثر، لكن الإخوان وأدواتهم الإعلامية يخفون ممارسات تركيا ولا يتحدثون عن نهج أردوغان العبثي في الساحة السورية، ويتحرك رافعة أيديولوجية تكفيرية لنشر فكر الإخوان في شمال سوريا، حيث قام مؤخرا بتكليف رئاسة الشؤون الدينية التركية بالعمل الميداني عبر مرشدين دينيين تحت اسم ديانت للعب دور مشبوه في سوريا وترسيخ دور تركيا الأيديولوجي بعد تدخلها العسكري المباشر واحتلال بعض المناطق السورية. نعم، والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الملف يسعدني أن أرحب بضيفاي معي من باريس الأستاذ طارق زياد وهبي باحث في العلاقات الدولية، على أمل أن ينضم إلينا من برلين دكتور علاء الدين الرشي رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان. ضيفاي الكرام أهلا بكم. أستاذ طارق مساء الخير. مساء النور. يبدو بأن أردوغان ماضي في سياسته الآن يحاول مجددا ابتزاز الدول الأوروبية بموضوع الورقة، ورقة اللاجئين السوريين. كما تعرف يا سيدي، مشكلة الرئيس أردوغان أنه محاط بثلاثة أزمات. هناك أزمة داخلية اقتصادية لها علاقة بقيمة الليرة التركية، أزمة إقليمية يعيشها بين سوريا والعراق وإيران، وأزمة دولية يعيشها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع روسيا. ويعرف جيدا الرئيس التركي أن الصديق الأقرب له أو الشريك الأقرب له هي أوروبا، ويريد من الأوروبيين دائما الأكثر. ما يريده الآن هو أن يافي الاتحاد الأوروبي بما أعلنه في عام 2016، أي بالمساعدات التي يعني ستقدم له على أساس 6 مليار دولار بما وصفه الروبورتاج صحيح 3+3، لكي يقوم الرئيس أردوغان أو الحكومة التركية بما نسميه إعادة إحياء هؤلاء اللاجئين، ولكن داخل تركيا وليس خارج تركيا. ولكن في هذه النقطة أستاذ زياد، في هذه النقطة هناك اتهامات كبيرة موجهة لأردوغان وللحكومة التركية بأنها أنفقت هذه الأموال بشكل لا يمس للاجئين في تركيا بأي صلة. هناك خلط بالموضوع، يعني هناك أموال أنفقت لها علاقة بالمؤسسات الدولية كاليونيسف
كاليوندبي كإغاثة اللاجئين، وهناك أيضا أموال أعطيت للرئيس أردوغان وصرفها لكي يقوم بإنشاء ما نسميه كامب، يعني مخيمات لها علاقة ببعض السوريين. ومعك حق يا سيدي، يقال أن هناك بعض الأموال صرفت لكي يعني يعطيها لأشخاص يضعهم داخل هذه المخيمات لكي يكون لهم العين والأذن للشرطة التركية أو لما نسميه المخابرات التركية. هذا الموضوع تعرفه كل هذه المؤسسات الدولية، ولكن القصة هي لها علاقة باللاجئين السوريين. هناك موضوع له علاقة باللاجئين، كيف نستطيع أن ننقذ هؤلاء اللاجئين مما نسميه هذا القهر وخارج بلادهم، وأن نستطيع أن نصل إلى ما نسميه طارق. المستوى الإنساني. نعم أستاذ طارق، يبدو بأن اللاجئين بالعين الموس على الحدين، إن كانوا داخل تركيا أو خارج تركيا. خليني أروح لعند دكتور علاء. نعم دكتور علاء، مساء الخير دكتور علاء. مساء الأنوار، أهلا وسهلا فيك وبالإخوة المشاهدين وضيفك الكريم. أهلا وسهلا دكتور علاء. يعني طرحت أنا سؤال على موضوع أردوغان وابتزازه للورقة، ورقة اللاجئين السوريين، لترعيب أوروبا. كل ما دق الكوز بالجرة مثل ما بيقولوا أردوغان رح يفتح أبواب جهنم على أوروبا. في هذه الجزئية إلى أي مدى سينجح ويستمر أردوغان بابتزاز الغرب بهذه الورقة؟ الغرب حقيقة لا يمكن أن يعني نطلق حكما تعميميا عليه. هناك فارق بين المؤسسات الرسمية وبين الشعوب. غالب الشعوب الأوروبية لا تقيم أي وزن لأردوغان، أتحدث كشعوب. أما السياسات فأنت تعرف أن هناك غزل ونفاق، هناك من يحاول أن يعني ينتقد سياسة أردوغان، ولكن في جانب آخر يمد له تسهيل عسكري، يمد له نوع من التغاضي الإعلامي. الشعوب الأوروبية متعاطفة مع اللاجئين السوريين، وأيضا يعرفون دهاء ومكر وخبث السياسة التركية، وهم ليسوا مغيبين عما تقوم به تركيا بحق سوريا وبحق الكرد وبحق اللاجئين. لا أعتقد أن هناك أوروبي لا يعرف المكائد التي تمارس من قبل السياسات التركية، وبالطبع نحن نفرق ما بين الشعب التركي. طيب شو يعني سر هذا النفس العميق؟ يعني قد يتساءل البعض، هل بالفعل سينفذ أردوغان هذا التهديد ويفتح الأبواب للمهاجرين السوريين أو اللاجئين السوريين دكتور علاء؟ يا سيدي الفاضل، أنت تعلم أن أردوغان كثير التهديد وكثير الوعيد، وسبق ووعدنا أنه لن تتكرر حما فتكررت حموات كثيرة، وسبق أنه يريد إسقاط النظام، والآن هو يريد إسقاط فقط الشوكة الكردية. دائما هو يستطيع تقليب الأمور. هذا رفع الوتيرة هو نوع من الحرب الإعلامية. هو يعرف أنه جزء من حلف الناتو ولا يستطيع تجاوز السياسات المرسومة له، وهو أيضا جزء من هنا بيت القصيد دكتور علاء. أستاذ طارق، يعني بالعودة إليك، برأيكم هل سيكون بالفعل هناك هذه المرة رد أوروبي الذي ضاق ذرعا كما يقال من سياسات أردوغان التي أشار إليها الدكتور علاء وهي كثيرة؟ يا سيدي، عندما ذهب إلى ألمانيا ليس بعيدا هذا الوقت، ماذا قال الرئيس أردوغان؟ يعني تعاطى مع المستشارة الألمانية كأنه الشريك الأول لها قبل أي أوروبي، ويريدها أن يعني تثق به أنه هو الوحيد الذي يحمي ما نسميه الحدود الأوروبية. بهذا المنطق الرئيس أردوغان يحاول أن يقول للأوروبيين، أنا حقيقة الجندي عندكم لكي أحمي لكم ما نسميه الحدود التي لا تسمح بها لدخول أي لاجئ إلى أوروبا. اليوم هو يعيد الكرة، ولكن الأوروبيون كما قال يعني ضيفك من برلين دكتور علاء عرفوا هذا الموضوع. دكتور علاء عرفوا هذا الموضوع، لأنه يريد أن يعيد ويعيد ويعيد ويكرر، لن يسمعوا. حتى موضوع رجوعه إلى الاتحاد الأوروبي، الأوروبيين أخذوا قرار تام بعدم دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي. ويعني المضحك في هذا الموضوع أنه يتكلم في دولة مثل المجر، والمجر الآن تميل إلى حكومة ما نسميها شعبوية، لكي لا نقول يمين متطرف، يعني هم أيضا ضد ما نسميه عودة الأتراك إلى المحيط الأوروبي. لذلك الرئيس أردوغان يريد أن يرفع السقف، ولكنه يعرف جيدا أن أوراقه في الاتحاد الأوروبي هي فقط أوراق لها علاقة بما نسميه العلاقات الاقتصادية، لكي يظل الاقتصاد التركي منتعشا. وكما قلت حضرتك،
لأن هذا الاقتصاد أيضا السوريون يضعون فيه أموال ويستثمرون فيه أموال، وهو يعرف جيدا أن الاستثمارات السورية الآن في اسطنبول هي جيدة جدا، وهي بارتفاع يعني تزيد عن ما قد يعني يعتقده بعض الاقتصاديين في تركيا. طيب دكتور علاء، يعني استمعت إلى الأستاذ طارق، الاتحاد الأوروبي بشكل صريح أعلن بأن تركيا لن تنضم، يعني الكثير من المراقبين لشأن التركي يؤكدون بأن هذه السياسة سياسة أردوغان هي تمهد لخروج تركيا بالفعل أيضا من حلف الناتو. يعني سؤالك مهم، لكن أنا أسفي على الوعي السوري الذي ما زال حتى اللحظة يتمسك بالدفاع عن هذا الرجل بعدما حولهم إلى أداة للتسول أو أداة للتوحش، فتارة يتسول على أكتاف السوريين وتارة يجعلهم فزاعة للغربيين وللأوروبيين. أسفي كبير على السوريين الذين ما زالوا البعض منهم رغما عن أنوفنا يريد أن يقنعنا بأنه سلطان للمسلمين، كما أن البعض الآخر يريد أن يجرده من كلمة سلطان، وبين هذين الوعيين تضيع الحقيقة. السوريون قدموا لتركيا كثير، ولو كنت أنا تركيا لقبلت يد كل سوري. السوريون يعيشون في تركيا تحت خط الفقر وبكدهم وتعب يمينهم يستطيعون أن يأكلوا وأن يعملوا وأن يؤسسوا المشاريع ويخسروا، ويختطف منهم أناس ويقتل منهم آخرون وتغيب منهم آخرون وتصبح تركيا ساحة تصفية. نحن نذكر ماذا حصل بالهرموش، ونذكر كثير من الشخصيات الآن أيضا منذ أيام تم اختفاؤها، السيد الشهيد جمال خاشقجي. نحن لا نعرف كيف يدافع السوري بوعيه عن هذه المجازر التي تحصل سواء كان في مجال الإعلام أو على أرض الواقع. أسفي أيضا على أننا ما زلنا نقول كسوريين أن تركيا قدمت لنا الكثير. ربما أمسك لساني صراحة عن تركيا فقط لأمر واحد، أنا أعرف أن الماكينة الاستخباراتية والعصا الأمنية جاهزة وقد تضر بإخواننا السوريين هناك، ولذلك لا أريد أن أثقل الكلام على الحكومة التركية، لكن حقيقة مواقفهم ليست مشرفة، وأنا شخصيا لا أفرق بين الاحتلال التركي ولا الاحتلال الإيراني ولا الاحتلال الروسي ولا الاحتلال الأمريكي. هذه عصيات أو عصوات إن صح جمعها، كلها تضرب الرأس السوري وتهين كرامته. مسألة اللاجئين والمتاجرة بها هي مسألة تخدش كرامتنا كسوريين. ما هو قدر السوري الذي فتح مشاريعه في اسطنبول وفي أنقرة وفي هاتاي لواء اسكندرون المسلوخ من سوريا وفي هذه المناطق؟ ما هو قدره أن يصبح فزاعة عند الغربيين أو أداة للتسول؟ طيب أستاذ طارق، يعني اللاجئين بكل المجالات يتم استثمارهم، يعني حتى تقارير كثيرة تفيد، تقارير أوروبية، بأن السياسة التركية قامت بتجنيس السوريين وزجتهم في موضوع العملية الانتخابية، بذلك مشيرة إلى مأساة الفارين السوريين وكيف يتم استثمارهم في دولة كتركيا. يعني استخدام الورقة السورية، وبالتحديد يعني أريد أن أكرر أيضا لم نتطرق إلى موضوع له علاقة بموضوع ما يسمونه في الغرب الإرهاب السوري، بمعنى أنه بعض الفصائل السورية التي هي معروفة لها علاقة بمواضيع يعني تعدت حدود الثورة، بمعنى أنها أصبحت تتعاطى كمافيا على الساحة السورية وحتى لها علاقات بالموضوع التركي، تريد تركيا هذه بالتحديد تريد تركيا أن تظهرها إلى العالم الأوروبي وبالتحديد الغرب الأوروبي لكي تقول أنها تحاول ضبطها أو تحاول قمعها أو تحاول توقيفها. لكن السوريين الآن كما قلت يا سيدي هم بين الكماشة والمطرقة، لا يعرفون إلى أي يعني سبيل أي سبيل يأخذهم. والطامة الكبرى أيضا ما يحصل أيضا في إدلب، لأن في إدلب نرى الرئيس أردوغان من طريق من شريكا للروس بهذا الموضوع، وهو يعرف جيدا أن ما يحصل بإدلب هو فعلا سجن كبير له علاقة بالسوريين الباقين على الأرض السورية وليست على الأرض التركية، ولكنهم يتعاطون معهم وكأنهم لاجئين في أرضهم. وهذا الموضوع هو فعلا أمام الرأي العام العالمي، يعني نريد حقيقة أن نعرف ماذا سيحصل في هذا الملف، لأن تركيا أيضا
تخفي علينا عدد كبير من المعلومات. طيب إذن في هذا الحال أليس من المفترض أن يكون هناك لجنة حقوقية تابعة لمنظمات حقوقية تقوم بجمع المعلومات حول كيفية تعامل اللاجئين إن كان في الداخل التركي أو حتى كما أشرت في مناطق سورية تقبع تحت الاحتلال التركي؟ أستاذ طارق، يعني هناك عدد من المؤسسات الغير حكومية موجودة في إدلب، ولكنك تعرف يا سيدي كل هذه المؤسسات دخلت عبر تركيا، وأنت عندما تدخل عبر تركيا يحصل بك ما حصل بالصحفيين الفرنسيين الذي أوقفتهم، أو الصحفيين الأمريكيين الذي أوقفتهم، أو حتى الصحفيين الهولنديين الذي أوقفتهم. إذن تركيا تتعاطى بهذا الموضوع دائما بما تسميه هي الموضوع الأمني، وبالموضوع الأمني تسمح لنفسها كل شيء، وبهذا الموضوع تصبح تركيا ليست ما يتصوره العالم هذه الديمقراطية التي أوصلت الرئيس أردوغان إلى الحكم، ولكنها نظام يتقدم لكي يصبح نظاما عسكريا استخباراتيا بامتياز. دكتور علاء، بالعودة إليك، يعني هناك إعلان للخارجية الألمانية، وزير الخارجية الألمانية، بأن برلين ستخصص 186 مليون يورو إضافي كجزء من برنامج الغذاء العالمي على شكل مساعدات إنسانية لمواطني سوريا ودول المنطقة. برأيكم في ظل التبرع من قبل الدول الغربية للاجئين السوريين، والآن يتم تخصيص 186 مليون يورو إضافي، كيف آلية التوزيع، كيف سيتم إيصال هذه الأموال إلى السوريين المحتاجين بالفعل، علما أن هناك تقارير واتهامات من دول أوروبية لتركيا بأنها لم توزع الأموال التي سلمت إليها للاجئين السوريين في الداخل التركي؟ ألمانيا تحديدا يعني ليست جمعية خيرية، وهي تعرف تماما أين تنفق أموالها والمسارات والمسارف التي من الممكن أن تؤدي حتما لإيصالها للمحتاجين أو للاجئين أو للمهجرين السوريين. ألمانيا لها وسائلها، وهي مؤسسة، وهي دولة ذات مؤسسات سيادية، وهي دولة عظمى على الخارطة السياسية العالمية، وتفرض أيضا أين تتجه بأموالها ولمن يأخذ من المستحقين أموالها. لكن تعقيبا على ما قاله أخي الفاضل ضيفك الكريم حول إدلب، منذ يومين نشرت قناة الجزيرة تقريراً أو تصريحاً وتغطية للسيد بشار أسد، وهو يتحدث ويبارك لنفسه ولحلفائه بأن قريباً ستعود إدلب، وأن ما حصل هو كان تنسيقاً مرتباً، والتقرير موجود على موقع الجزيرة، ويعد السوريين بأن إدلب ستعود إلى حضن بشار أسد على أرض الواقع خارج السلاح الثقيل، يعني تهيئة أرض محروقة لصالح النظام. طيب. والمشكلة أن هذه الرؤوس التي كانت تهتف باسم أردوغان اليوم تتجهز السكاكين لذبحها بيد أردوغان وبيد الروس والإيرانيين. ضيفي من برلين دكتور علاء الدين آل رشي، رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان، شكرا لك على كل الإيضاحات والمعلومات، وشكر لك أيضا ضيفي من باريس الأستاذ طارق زياد وهبي، باحث في العلاقات الدولية. مشاهدينا، موعدنا يتجدد على رأس الساعة.